اليوم إدارة وكوادر صندوق أعمار ذيقار جاي تابع المشاريع في المركز المحافظة، وكانت محطتنا الأولى هي في شارع الحبوبي لمتابعة هذا المشروع، ولاحظنا نسب إنجاز جيدة من خلال هذه الشركة. يكون هذا المشروع ينطي انطباع حضري وأيضا أثري لأبناء محافظة ذيقار، فهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة المركزية بالإضافة إلى إدارة الصندوق بضرورة يعني تقديم الخدمات وإنجاز هذا المشروع حسب المواصفات المطلوبة والمعدل اللي يكون يليق بأبناء محافظة ذيقار، وأيضا يعكس الطابع الحضري والأثري لأبناء المحافظة. وجود نقوش سومرية راح تكون تتخلل هذا المشروع، بالإضافة إلى أنه تصير تكسية حجرية من مادة البازلت للشارع ليكون شارع نموذجي وحضري على غرار شارع المتنبي إن شاء الله. إحنا ماضين في متابعة عمل شركاتنا من شمالها إلى جنوبها من أجل تقديم الخدمة وأفضل خدمات لأبناء محافظة ذيقار. طبعا هو المشروع تطوير أول ساحة راح تكون بها مصبات للمواطنين بالإضافة إلى حدائق ونافورات، هذا ما يتضمن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل نصب الشاعر الحبوبي راح يكون إعادة تأهيله، بالإضافة إلى تكسية الحوض والشوارع في مادة البازلت الحجر التركي، يعني راح يكون مقاوم ونوعية جيدة جدا. راح يكون أيضا تسقيف لشارع الحبوبي من الفلكة لنهاية الشارع القيصرية كمرحلة أولى. عندنا المرحلة الثانية إن شاء الله بخطة 22 راح يتم إكمال المشروع من ساحة البهو إلى ساحة نهاية شارع الحبوبي، هي ساحة الدبو احنا نسميها هنا، يصير نفس العمل اللي راح يصير بالمرحلة الأولى راح أيضا يتم إكماله في المرحلة الثانية إن شاء الله.